انا الان انا دابا بعد قليل غادي نحط لكم الادله ديال الشكوك ديالي منين جات، وغادي نمشي معكم للنقطه الثانيه اللي من ورا الشكايه. الشكايه شنو قلنا فيها؟ حيت انا غنجاوب على كل حاجه. الشكايه شنو قالت لكم سعيده شرف؟ قالت لكم الا انا درت بها شكايه كانت نازل عليها امام الله وامام الشعب المغربي وامام العالم، انا الى لقاوني الى لقيتوني يا الناس ويا المنابر الاعلاميه ويا كلشي غنهضر معاها بخشيبات، الى لقيتوني فهاد الشكايه اللي قالت لكم الفنانه انني درت بها فكانت نازل عليها جمله. ولو كان كانت شكايه كرة حطاتها هي، حطات الشكايه باقا كاع ما دارتش، الشكايه باقا ما تبلغت بها حطاتها. انتم في نظركم كيف كتعرفوها هي غتكون عندها الشكايه وغتخليها؟ حشومه ما كنخرجوش نضحكوا على الراي العام ونقولوا لهم لا راه هذه ما تخسريش صورتي انا قدام الناس حتى لو كانوا الفانز ديالك. عرفت انا الفانز ديالك راه غيتيقوك وغيبغيوك ظالمه ولا مظلومه، ولكن ما تضريش هاد السيده حيت انا عندي ولاد حيت انا عندي اسره. راه انا اللي ضريت، انا اللي ضحيه، انا اللي استمعت لي الفرقه الوطنيه كضحيه. كنعاودها للمره الالف ما شكيتش بيك، الشكايه كانت بحساب ودارها المركز الوطني لحقوق الانسان. اذا النقطه الاولى واضحه ياك، الا تلقات الشكايه قول لها تخرج وتكذبني. الا كانت الشكايه عند الفنانه قولوا ليها وصلوا لهاد المعلومه طاقي ولا اللي بغيتوا، وانا متاكده انها متبعه اللايف وانت كتشوفيني دابا. انا كنطالبك كمواطنه بنت بلادك وكانسانه ضرات، كنطالبك تخرجي عند الناس وقولي لهم ها هي الشكايه اللي دارت بيا سعيده شرف وكذبيني. انا كنتمنى من الله انك تكذبيني، غير خرجي قولي لهم راه كذابه وحطي هذيك الشكايه، حطي شكايه مباشره بحال اللي حطيتي عندك إنجليز، حطيها بالاسم والتاريخ، حطيها بالمعلومات الكافيه وشكون اللي كينوب عليك. وإلا حطيتيها انا قدام هاد الناس الا تصابت عليا شكايه فانا اتنازل. كتسمعوني ياك الاخوان؟ هاد النقطه زناها ديال الشكايه جوابي باين. دابا غادي ندوزو للنقطه الثانيه، كنخاطبكم كاملين بما انه رفعت السريه على هاد الملف. كتعرفوا بانه هاد الملف سالا ياك، ملي كيسالي الملف عاد كترفع السريه عليه، فبما انه ترفعت السريه عليه فاي حاجه كنحطها هنايا فهي من حقي. شكرا حمزه مومبي بين وغتنهم الشبر الزرق في راسو، كتشكروا لانه دار هاد الجرائم. القانون المغربي القانون ماشي سايب، راه ما كاين حتى شي دخان بالعافيه. واش انا هادشي جبته من عندي؟ هادشي راه نشراتو بحسابها وكتشيد بيه وفرحانه بيه. هادي اختها دابا غنجيو لها هي، من انت حتى توزعي سكوك البراءه؟ كيفاش توزعي سكوك البراءه؟ كيفاش انت فنانه كبيره وعندك حساب وعندك متابعين اللي قلتيها كيتيقوك فيها وانت كتشجعي الاجرام؟ واش كان حساب اجرامي ولا ما كانش؟ كلكم كنتو متابعين. واش ملي انا غادي نوض كفنانه وغادي نشيد بحساب اجرامي شنو علاش كنقلب؟ شنو معناها؟ انا مشاركه. واش نتوما في نظركم المجرم مثلا كنعطيو حنا مثال بالقاتل ولا اللي غيدبح؟ واش اللي غيدبح غير هذاك اللي ذبح؟ راه اللي عطاه الموز واللي عاونو واللي شد له الذبيحه واللي ما نعرف اش كلشي واللي جهز ليه مسرح الجريمه. انا ملي نتا حساب اجرامي وكنعطيك المعلومات ديال الناس وكنعطيك، انا غنجيكم دابا بزاف ديال الحوايج كيعطي لكل ذي حق حقه. كيفاش كل ذي حق حقه؟ حساب اجرامي ولا هو اللي كيعطينا حقنا في بلادنا في المملكه المغربيه، ولا حساب اجرامي اللي كيعطينا الحقوق؟ وبقى كنعاودها قدامكم، انا اقسم بالله كون ما طراتنيش الفنانه انه جبدات اسمي وجبداتني انه ظلماتني في هذاك اللايف ما كنتش غادي نجي وما كنتش غندير هذه الخرجه. دائما لم اكن سباقه، عمري ما كنت سباقه وجيت غير كنهضر.
غادي ندوز معاكم دابا النقطه الثانيه شنو هي. يا قدامكم قالت لكم انا ما لقى والو في تليفوني ودارت التليفونها كاينه ولا ما كايناش، قالت لكم عباد الله انا راه ما لقاو عندي والو في تليفوني، وانا قدامكم قدام الملأ وقدام الراي العام وقدام هاد المنابر الصادقه اللي قدامي وكنتمنى توصل صوت الحق. خرجي خرجي وكتبي محررات رسميه وقولي بانه ما لقاوش عندك، قولي بانه ما لقاوش عندك محادثه خاصه داروها الخبره التقنيه والعلميه، داروها الشرطه الشرطه والفرقه الوطنيه. خاصكم تعرفوا الناس بانه الفرقه الوطنيه دارت الخبره. واش كتعرفوا شنو هو الخبره على الهاتف؟ يعني الحقيقه، يعني في تليفونك الشخصي انا ملي كنتكلم انا دابا كندافع على راسي، وليت انا اللي ضحيه وليت خارجه كندافع على راسي. علاش؟ باش انت حيت خرجتي صورتي للناس بانه انا هي حزب شريره ولا ما عرفت شنو. انا بخصوصك انت واستعطافك هذاك حقك، وكنتمنى من الله اي حاجه تطلبيها تتحقق، لانه انا كنعاودها وكنقولها هذاك ما كيخصنيش داكشي. انا غادي نوريكم الخبره اللي دارت على هاتف الفنانه. واش عرفتوا شنو لقاو عندها؟ لقاو عندها محادثه خاصه بينها وبين الحساب الاجرامي. هادشي ماشي من عندي وماشي في تليفونها ومن حسابها الرسمي. هي حمزه مومبيبي اللي هو الحساب الاجرامي. شوفوا الموضوع ديالها، هذه الصوره ديال راجلي ديال من هذه. خرجي كذبيني، خرجي قولي ما لقاوهاش في تليفونك، ولا خرجتي كذبتيني فانت كتضربي بمحررات رسميه وكتضربي بمحررات ديال الفرقه الوطنيه. شوفوا الموضوع الناس، انا اقسم بالله العظيم كنهضر معاكم انا في التبوريج. علاش قلتي انت بانه كتواصلي مع الحساب فقط في المعايدات وكيبارك ليك، ولكن كنخاطبك كأم وكامرأة، علاش جبدي تصوير راجلي؟ صورة راجلي اش كدير عندك في الحساب مع الحساب الإجرامي؟ اللي راسلها والو. غنعطيكم المحادثة شنو فيها. شوفوا الصورة ديال الزوج ديالي، كتقول لي شوف راه راجلها كيبيع الحوايج وراه ساكنها مع الدراري بيت واحد. أويلي مسكينة ومالها على هاد التزويجة. راجلها هذاك الطليق ديالي زعما ولدو كيدعي ولدو وكيدعي فيها، قال لها انت شربتي عاد كتعاندي، يعني كانت هنا كتنعتني بالشرفه بالمعانده، وعاد كتقول لهم كتقول لي هنا صوري بالغلط. واش كانوا كيهضروا مع بعضياتهم وقطعوا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.